موعدنا يتجدد مشاهدينا في نشرة العاشرة مساء. أهلا بكم، وقبل الخوض في التفاصيل لكم العناوين. حسن بن عبيشة يوجه الدعوة ل 29 لاعبا في لائحة أولية تأهبا لمباراة غابون الودية. الرجاء يعود لأجواء الدوري الاحترافي باستضافته المغرب الفاسي غدا عن المؤجل الدورة 14. البداية مشاهدينا بالمنتخب الوطني الذي سيخوض مباراته الودية في 5 مارس المقبل أمام منتخب الغابون بملعب مراكش الكبير، وذلك تحضيرا لكأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب مطلع السنة المقبلة. حسن بن عبيشة وجه دعوة ل 29 لاعبا في لائحة أولية، نتابع تفاصيلها في ورقة محمد عبد الرزاق. كشف حسن بن عبيشة مدرب المنتخب الوطني لمباراة واحدة ضد الغابون عن الأسماء التي وجه إليها الدعوة. إعلان أسماء النخبة الوطنية الأولية شهدت عودة لاعبين لحمل القميص الوطني بعد غياب ليس بقصير، في وقت لم يستدعي بن عبيشة مبارك بوصوفا والمهدي غارسيلا لأسباب تراوحت بين توقف الدوريات التي ينتمون إليها أو لقناعات فنية خالصة. احنا لهذه المقابله من اجل الظهور بمستوى جيد امام الجماهير ديالنا، فاذا كان المدرب نجيكو كان المدرب الجديد ديك الساعه يشوف اللاعبين، وحاجه اخرى فكنا غادي نشاركوا باللاعبين اقل من 23 سنه، ولكن تصادمنا بعقد اللي كيربط الجامعه مع الجامعه الغابونيه انهم خصهم يلعبوا باللاعبين المحترفين ديال الفريق الاول، فهذا هو اللي كاين. اما ابرز الاسماء العائده مروان الشماخ، اسامه السعيدي، نور الدين المرابط لتألقهم مع أنديتهم. اللائحة الأولية ضمت 17 لاعبا يمارسون في دوريات أجنبية، 3 منهم يمارسون في الخليج العربي، من ضمنهم ولأول مرة إدريس فتوحي قائد المنتخب المغربي الأولمبي سابقا. أما الرجاء البيضاوي فتم استدعاء 5 لاعبين من صفوفه يمثلون مختلف المراكز اللعب. خمسة لاعبين قد يضع الرجاء في مشكل تقني المرتبط يوم فاتح مارس المقبل بالعصبة الإفريقية. بعودة بعض الأسماء لحمل القميص الوطني، فإن مباراة الغابون وإن كانت ودية ربما تزيل الغموض عن أحقية لاعبي الزمن القريب بحمل ألوان القميص الوطني. إلى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الذي دخل هذا الأسبوع في معسكر انتقائي بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، وذلك تأهبا للاستحقاقات القارية المقبلة. أول اختبار للمنتخب سيكون ببطولة كأس شمال إفريقيا الشهر المقبل بالرباط. المتابعة لصلاح الدين القشيري بكاميرا أحمد البنجيمي. مراحل من الإعداد للاستحقاقات القارية المقبلة انطلقت بخصوص المرشحين لحمل قميص المنتخب الوطني لفئتي أقل من 17 و20 سنة تحت إشراف مجموعة من الأطر التقنية الوطنية التي وضعت عددا من اللاعبين تحت مجهر التنقيب عن الأجود من بينهم. كنظن أول تجمع لهذه الفئة اللي فيها 46 لاعب، كنظن بأن رغم أن كنظن بأن تعطلنا واحد بعض الشيء لأن الإقصائيات غادي تكون في جوان 2014. الحمد لله ان كاينين لاعبين اولا ديال الاكاديمي تقريبا 11 لاعب اللي كاينين هنا، فهم متكونين بشكل كبير اضافه على اللاعبين ديال الفرق الكبرى. فكنظن بان ان شاء الله في 46 لاعب نتمنوا ان نحصلوا تقريبا على 24 او 25 لاعب. معايير كثيره تم وضعها في انتقاء العناصر المرشحه للانضمام للمنتخب الوطني لفئه اقل من 17 سنه خلال هذا المعسكر الانتقائي، بالاعتماد الى جانب المؤهلات التقنيه على القوه البدنيه باعتبارها سبيلا لمقارعه اللاعبين الافارقه في مراحل التصفيات او في النهائيات الافريقيه. التجربه اللي كانت عندنا هو ان المقابلات الافريقيه فاللاعبين كيمتازوا بالقوه وبالسرعه وكنلقاو اجسام، هذا الا ما كانش الاعمار مزوره. ففي هذه العمليه هذه فخدينا المعيار الاول هو ان يكون بون غابري، تكون عنده اون بون تكنيك. اللاعبون ابان في التدريب والمباريات الانتقائيه عن مؤهلات محترمه وتنافس كبير لانتزاع ثقه المدربين. هي طبيعه الحال تجربه مزيانه لاننا كنحملوا قميص المنتخب الوطني ومعنا مدربين مثلا بن عبيشه. التدريب كنخوضوه بجديه، فان شاء الله نتمنى نكونوا من بري سيليكسيون من 22 لاعب اللي غيكونوا اللي غيشاركوا في كاس افريقيا.
العناصر المنتقاه من هذا المعسكر ستكون على محك الاختبار الاول خلال الشهر المقبل في دوري شمال افريقيا بالرباط.